يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أصلي نافلة فإنني أفتح المصحف وأضعه على حامل للمصاحف، وعندما أركع وأسجد أقوم بالتقدم وتحريك صفحات هذا المصحف، فهل فعلي هذا جائز؟ وهل كثرة الحركة في الصلاة النافلة تبطلها؟ لا بأس بذلك للحاجة، الحركة للحاجة، الحركة اليسيرة للحاجة لا بأس بها، فلا بأس في القراءة من المصحف في النافلة، ولا بأس بالحركة اليسيرة للحاجة. نعم.